يبدا الهجمه من ورا يعني، او هو ما قالهاش صراحه، ولكن هي دي الحقيقه، ان هو كان عايز يبدا الهجمه من ورا، وبالتالي هو حط احمد فتحي لان هو اللي رجله في الملعب. هذا المركز يعني، في مركز الاستوب. والحاجه المهمه ان عشان يحضر، يمكن احنا واحنا بنتفرج بنتكلم بنقول احمد فتحي عنده حته الباس كويس قوي. أيوه. دي واحد. اتنين، طريقه الهلال وانت بتلعبك مديك نص الملعب. يعني الشوط الاولاني المدرب صلاح ادم اول حاجه عملها لعب لعب 4-5-1 في البدايه، فاداك انت المساحه انك تطلع سليم من تحت. الحاجه الكويسه اللي اتعملت من النادي الاهلي اللي فسدها للمدرب صلاح ادم، ان النادي الاهلي فتح الاجناب قوي، حسين الشحات ورمضان، فخلى حته الطلوع بره نادره لفرقه الهلال اللي هم بيهاجموا من ناحيه الشمال دايما. اللي انا بقول لك يمكن الجون لما اتعملت طوليه في عند الجون. التحضير بتاع احمد فتحي وبتاع رامي ربيع كان محتاج كمان زياده عدديه شويه. الزياده العدديه ازاي؟ اللي هي ممكن سوليه بينزل يبقى بينهم الاثنين، وبعدين ممكن واحد يجي هيبقى يجي فاضي علشان التكتل بتاع نادي الهلال. أيوه. ولكن النقطه المهمه اللي النادي الاهلي عملها النهارده، ودي يمكن انا من وجهه نظري نجح بيها قوي فايلر مع النادي الاهلي، انه ما بيلعبش بالمهاجم الصريح اللي واقف، بيلعب بالمساحه، بمعنى انه اجاييه محطه جيده جدا، تحضيره ونزوله بيدي مساحات ورا في حته الجري الدياجونال من كل اللاعبين بتوع نص الملعب. مجدي قفشه النهارده زي ما كابتن اسامه قال ان هو ابدع النهارده، مجدي قفشه ابدع لحاجه مهمه جدا. اولا ما كانش ملعوب عليه مان تو مان لانهم كانوا مشغولين جدا بالطرفين اللي عندك الاقوياء، ووليد سليمان عامل لك فجوه كبيره، عمل لهم هم فجوه كبيره قوي، لان نزل واحد من الخمسه اللي تحت اللي بتوع نص الملعب، نزل واحد يلعب مع وليد سليمان، ووليد سليمان كان بياخده في مساحات بعيده، كان بيدي لمجدي قفشه المساحه اللي هي بتاعت القلب دي. عشان كده مجدي قفشه الشوط الاولاني سدد اكتر من 4-5 كور جاي فاضي، لان المساحه وليد سليمان واخد الراجل اللي بيلعب في الوسط ده واخده مطلعه بره. المدرب بتاع الهلال طور في الاخر، يمكن اخر 10 دقائق احنا بنتساءل ليه الهلال كان كويس وضاغط وجاب جون، لان الهلال لما غير وكان رجع لطريقه بلاتينيوم اللي كان بيلعب معاهم في الهلال هناك، لعبت 4-4-2، طورها المدرب ولعب 4-4-2، عنده حته السرعات اللي جايه من نص الملعب، عنده الكرة الطولية اللي احنا عندنا مشكلة فيها. يعني لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة في الكرة الطولية اللي هي اللي ما بين المدافعين ما بين نص الملعب. جه في الجون في المباراة اللي فاتت في افريقيا، والجون الثاني هو جه النهارده. الحتة كمان التغطية العكسية لازم مستر فايلر يشتغل عليها كويس. والمهم النهارده ان النادي الاهلي خد ثلاث نقاط، ولا كنت اتمنى ان النادي الاهلي ما تدخلش في جون عشان حسابات المجموعه، علشان يطلع اول مجموعه، عشان يمشي اول مجموعه. النادي الاهلي لما بيمشي اول مجموعه بيعمل ضغط على الفرق الاخرى اللي معاه في المجموعه.